خليني نقول لك أنه المدرسة الخصوصية صحيح أنه الآباء كيؤديوا فيها واجبات مدرسية وأحيانا تكون مرتفعة، ولكن الواقع أن المدرسة العمومية كون كانت كتوفر الجودة المطلوبة كون ما توجداتش كاع المدرسة الخصوصية. وما يعتقد حتى شي واحد أن المدرسة العمومية لا كلفة لها غير حيت أنها مجانية. الحقيقة أن المدرسة العمومية عندها كلفة كتحملها الدولة، ومنين كتجيب الفلوس الدولة؟ كتجيبها من استعمال ضرائب المواطنين، وهذه الكلفة راها عالية ديال المدرسة العمومية، كتجاوز الكلفة ديال تمدرس في المدارس الخصوصية المتوسطة، وكتقارب الكلفة ديال المدارس الخصوصية العالية. فالمدرسة الخصوصية تعتبر خدمة عمومية مؤدى عنها مباشرة، بدل ما يدفع المواطن الضرائب ديالو والدولة تخلص بها الأساسيات المدرسة العمومية وتبني، المواطن كيمشي لمدرسة خصوصية وكيدفع مباشرة، ولكن كتبقى الخدمة خدمة عمومية. ولذلك يجب اعتبار آباء التلاميذ في المدارس الخصوصية ليس كزبناء يستهلكون الخدمات ديال المدرسة ويعتبرونها طرفا خارجيا وربما يكون يعتبرها خصم، لا، بل يجب اعتبارهم كشركاء في العملية التربوية وربما حتى في العملية التعليمية من خلال التنسيق. وهذا هو السبب اللي خص المدرسة من أجله تكون منفتحة على الأسر وكتعاون مع الأسر على معالجة القضايا الاجتماعية والقضايا التربوية اللي كيعانيوا منها التلاميذ، وهذه الشراكة الحقيقية. وبالإضافة لذلك هناك عدد من المجالات اللي يمكن الآباء يلعبوا فيها دور هام، بحال المشاركة في مجلس الآباء والمجلس الأساتذة، ويشاركوا في اللجان المنبثقة عن ذلك المجلس، والمشاركة في الخرجات الترفيهية والخرجات الثقافية، والمساهمة في أنشطة التوجيه المدرسي، والتعريف بالمهن، لأن كل أب وكل أم عندها مهنة يمكن تجي تعرف بالمهنة ديالها التلاميذ ديال الابتدائي وديال الثانوي، هذا فضلا عن إبداء رأيهم في منهجية التدريس وفي توفير واحد النوع من التغذية راجعة للمعلمين والأساتذة عن سلوك التلميذ في البيت، باش يكون تناغم وتناسق بين هذه المدرسة وبين الآباء. ونساو تماما أنها مدرسة خصوصية مؤدى عنها، فيجب اعتبار الأب كزبون يفرض شروطه. المدرسة الخصوصية ما كتعطيش داكشي اللي هو تشاه، كتعطي داكشي اللي ولده محتاجه، وهي علاقة الشراكة الذكية اللي خصها تكون بين الأسر وبين المدارس الخصوصية.